بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعدما يقف الحجاج في عرفة يتجهون إلى مزدلفة، وهي عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، فيبيتون في مزدلفة هذه الليلة، والمبيت فيها هذه الليلة واجب من واجبات الحج، يبيتون فيها ويشتغلون بذكر الله عز وجل، يصلون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير إذا وصلوا إليها قادمين من عرفة، ثم ينامون هذه الليلة في مزدلفة يبيتون فيها كما بات النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون فيها. فإذا طلع الفجر بادروا بصلاة الفجر في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة يدعون الله عز وجل ويجتهدون في الدعاء في أي مكان من مزدلفة وهم في منازلهم، وإن ذهبوا إلى جبل المشعر وصعدوا عليه أو وقفوا عنده ودعوا الله فذلك فيه فضل وخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثرون من الدعاء بعد صلاة الفجر، ثم ينصرفون قبيل طلوع الشمس إلى منى، ولا ينتظرون إلى أن تطلع الشمس ليخالفوا بذلك الجاهلية، فإن أهل الجاهلية يقفون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وتعلو على الجبال، يقولون أشرق ثبير، وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة، جبل الكبير المطل على مزدلفة، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما ننتقل إلى منى. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف من مزدلفة قبيل طلوع الشمس، قال خالف هدينا هدي الجاهلية، ويأخذ حصى الجمار، سبع حصيات لهذا اليوم يوم العاشر، يرمي بها جمرة العقبة إذا وصل إلى منى، لأن الرمي في هذا اليوم تحية منى، فأول ما يصل إلى منى يرمي جمرة العقبة، هذا هو السنة إن تيسر، وإلا فكل اليوم يوم النحر كله وقت للرمي، لكن أن يبادر بأول ما يصل إلى منى ويرمي جمرة العقبة، هذا هو الهدي النبوي، والرمي تحية منى بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يأخذها من الطريق فيما بينه وبين منى، وإن أخذها من مزدلفة أو أخذ كل حصى الأيام من مزدلفة لا بأس بذلك، ولكن إن لم يأخذ كل الحصيات وأخذ حصى كل يوم من منزله في منى فذلك من التيسير أيضا، وليس بشرط أن يحمل الحصى معه من مزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا سبع حصيات في طريقه ما بين مزدلفة إلى منى، ورمى بها جمرة العقبة، ثم في أيام التشريق يأخذ الحصى من منى من منزله الذي هو نازل فيه، هذا هو الهدي النبوي. فإذا وصل إلى منى كما ذكرنا يبدأ برمي جمرة العقبة إن تيسر، وإلا فإنه ينزل في منى ويتأكد من حدود منى، وهي موضحة الآن، علامات ولوحات بينة يتأكد منها، فينزل بأي مكان تيسر له،